في 6 يونيو سنة 1944 خلال الحرب العالمية الثانية بدأت أقوى عملية غزو بحري في التاريخ والمعروفة بإنزال نورماندي، وكان شاطئ أوماها الفرنسي واحد من مناطق الإنزال الخمسة اللي حددها الحلفاء، والقوات الأمريكية كانت هي المسؤولة عن تحرير الشاطئ من الاحتلال الألماني. أول ما وصلوا الشاطئ اتفاجئوا بمقاومة عنيفة وغير متوقعة من الجيش الألماني، ده الكابتن جون ميلر قائد الكتيبة، حاول انه يتواصل مع القيادات علشان يبلغهم ان الوضع خارج عن السيطرة، لكن الجهاز اتدمر، مفيش حل غير انهم يفتحوا ممر يعدوا منه، وبالفعل قدروا يفتحوا ممر صغير ويعدوا، بدأوا يحددوا اماكن العدو وتسليحهم، واشتبكوا معاهم لحد ما قضوا عليهم، وقدروا بعد كده يعدوا كلهم، وقائد الكتيبة استسلم، لكنهم مش فاهمين لغته، وقتلوه. من هنا بدأ الحلفاء يحرروا فرنسا وباقي دول اوروبا اللي كانت خاضعة لاحتلال المانيا النازية. كالعادة بعد أي حرب بيبعتوا جوابات لأهالي المتوفيين أو شهداء الحرب، واكتشفوا إن في 3 من 4 أخوات ماتوا، وكده في أم مسنة هتستلم 3 جوابات في نفس اليوم، وده أمر صعب عليها. راحوا يوصلوها الجوابات ويبلغوها، لكنها أول ما شافتهم عرفت ووقعت على الأرض. بعدها بتصدر أوامر بتشكيل فريق للبحث عن الأخ الرابع ويرجعوه لبيته يعيش مع أمه. المكلف بالمهمة هو القائد جون ميلر ومجموعته، ومن هنا بتبتدي رحلة البحث عن الجندي ريان. دخلت المجموعة وسط المدن الفرنسية دوروا على أي خيط يوصلهم للجندي ريان اللي هبط في فرنسا مع الفرقة 101، وفي طريقهم كانوا بيتعرضوا لمواجهات مع الجيش الألماني. وفي عيلة هنا في بيت منهار بتطلب مساعدة، أب وأم وطفلين طلبوا منهم ياخدوا الأطفال معاهم، هم فاكرين إن المجموعة جاية تنقذهم علشان كده كانوا رافضين ياخدوا الأطفال، لكن واحد منهم أخد البنت وقال للقائد إنه هيرجع بيها لأي مكان آمن. القائد رفض وأخد منه البنت علشان يرجعها لأهلها. أول ما أخدها الجندي اتصاب برصاصة، في قناص كشفهم لكنهم قدروا يحددوا مكانه وتخلصوا منه. رجعوا البنت لأبوها ورجعوا للجندي لقوه مات، سابوه وكملوا طريقهم لحد ما وصلوا لنقطة التجمع لقوات الحلفاء. سألوا عليه كل الجنود، القائد فضل ينادي بأعلى صوته لحد ما واحد منهم وصلوا بجندي كان صديق لريان. الجندي ما بيسمعش كويس بسبب قنبلة انفجرت جنب ودنه، جابوا ورقة وقلم وكتبوا له الاسم، طلع فعلا يعرفه، قالوا انهم غلطوا في مكان الانزال والمفروض ان الجندي ريان كان يبقى معاهم هنا، لكنهم قابلوا قائد كان بيجمع جنود علشان ياخدهم معاه يأمنوا جسر في منطقة اسمها رامال. رجع للخريطة وحدد مكان الجسر وعرف انه موقع استراتيجي، وهما في طريقهم لرامال لقوا جنود ميتين وعرفوا ان في فرقة ألمانية مسيطرة على محطة رادار، وبكده هما مضطرين يهاجموهم. الجنود معترضة لانهم شايفين ان ده مش من ضمن التعليمات، لكن القائد مصمم انه يكمل، وبالفعل هاجموا الوحدة وسيطروا على التل بعد ما خسروا طبيب المجموعة، موته أثر عليهم، قرروا انهم يعدموا الجندي الألماني اللي أسروه، لكن النقيب ميلر رفض وربط له عينه وأمره انه يسلم نفسه لأقرب وحدة، وكملوا هم طريقهم. شافوا دبابة ألمانية جاية عليهم، أخدوا ساتر، لكن اتفاجئوا ان في حد ضرب على الدبابة ودمرها، قاموا هم وقتلوا كل اللي كانوا فيها. اكتشفوا ان في 3 من جنود الحلفاء كانوا عاملين كمين للدبابة، وواحد من الثلاثة دول يبقى هو جيمس فرانسيس ريان. بيوصلوا بعدها للجسر، وهناك النقيب ميلر قالوا ان اخواته كلهم ماتوا وان مهمته انه يرجعوا لبيته يعيش مع امه، لانها مش هتتحمل ان هو كمان يرجع لها ملفوف في علم، لكن ريان رفض وقال له بلغ امي ان هنا وسط اخواتي اللي باقيين لي ومش هقدر اتخلى عنهم ولا عن واجبي. وقرر النقيب ميلر هو ومجموعته انهم مش هيرجعوا هم كمان وهيفضلوا معاهم يدافعوا عن الجسر. واستلم النقيب ميلر قيادة المجموعة باعتبار ان هو اعلى رتبة، وبدأ يوزع الجنود وعرف كل واحد مهمته وأمرهم انهم يلغموا الجسر، وده هيبقى اخر حل ليهم، لو ما قدروش يوقفوا الألمان هيعدوا كلهم ومع اخر واحد منهم هيدمروا الجسر. ما عداش وقت كتير القناص بلغ القائد ان الألمان متجهين ناحية الموقع، عمل لهم طعم وقرر انه يسحبهم للمكان اللي هم فيه ويحاصرهم، لكن الألمان قتلوا معظم الجنود واضطر ميلر انه يعدي الجسر ويفجره. حاول يوصل للجهاز المفجر لكنه بيتصاب على ايد الجندي الاسير اللي رفض يعدمه، مسك مسدسه فضل يضرب على الدبابة اللي جاية ناحيته لحد ما انفجرت، لكن مش من المسدس طبعا، بص فوقيه لقى الطيران وصل ودمر كل دبابات الالمان. وبيروح ريان للنقيب ميلر اللي طلب منه انه يرجع لامه، واخر كلمة قالها له قبل ما يموت انت تستحق الحياة. وعدت السنين وانتهت الحرب، وبنشوف ريان وهو مسن وبيزور النقيب ميلر في مقابر النورماندي، وهنا بينتهي الفيلم.
إنقاذ الجند ريان من أشهر الأفلام المعروفة بتصويرها الواقعي لمعارك الحرب العالمية الثانية. يعني مثلا المشهد اللي شفناه في بداية الفيلم على شاطئ أوماها مدته حوالي 25 دقيقة اتكلف 11 مليون دولار، واستعانوا بذوي الاحتياجات الخاصة اللي ايديهم ورجليهم مبتورين علشان المشاهد تبقى واقعية أكتر، واستخدموا 16 طن دم مزيف علشان يظهروا تأثير الدم في البحر. والفيلم طبعا واخد جائزة أوسكار سنة 1998.